بسم الله. ربنا اجعلنا دعاة سلام ومحبة ووئام يا رحمة. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا أي اللي تحمينا واللي تكون معانا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. إلا المغفرة ما ناس ضعاف، ولو يكون نبي ضعيف شي حيل. النبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام مش بشر، مش كلمهم ربي بإيصال الأمانة. وين الميسيون؟ ضيعوها، ضاعت الأمانة. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. خير من يغفر هو الله. شوف سيدنا موسى عليه السلام كلمة الله كيف يتقن، رغم أن يدعون أنه يتلعب، هو مش عيب. هم ربما يتهموه لمتلعب لأنه يقول منا خبرا وهو رسالة ربانية، خبرا لا يرق لهم. ممكن يكون هذا، وربما الحكاية اتلعت بها ولا يكاد يبين، وربما يكاد يبين في رسالات ليدعي إلا عنده الأمر من الرحمة. هذا فرعون ما قاله، لكن هنا يجب أن نقتل حذرنا من بعض الأقاويل خاطر تكون من أكاذيب بني إسرائيل وكفى. ولهذا يزيد من التأويلات الخاطئة والتأويلات التي قد تورط عين تعقل مدى في تفسير القرآن. فاحذروا يا من استسلتم تفسير القرآن، القرآن يلزم قبل ما تفسر تكون ملم به ومتقن للغة العربية بأسرارها كلغة، وباللغة العربية وهي متطورة لغة حية، لكن ما يقال هي لغة ميتة، بل الميت ومن رفع رايات الكذب والبهتان. والسلام على أهل الإسلام.